معانا ثلاثة بياض بيض. ايوه. واتنين معلقة ليمون. هنا بقى هنبقى عايزين نضيف معلقة كبيرة ملح. يعني بياض بيض ليمون ملح معلقة كبيرة. معلقة كبيرة ملح، لان ده لسه هيزيد، لان هنا يعني الثلاثة بياض بيض دول ممكن ياخدوا معانا لحد كوبايتين ونص زيت، فالخليط ده كله هيكبر. ايوه مش هيبقى على قد ده. بس فاحنا هنضرب ده الاول. ممكن نحط بس عشان المزازة خل، معلقتين خل. على درجة متوسطة. بعد ما يتمزج كده كويس بنعلي السرعة قوي. هيبتدي يدخل معانا كده في اللون الأبيض وحجمه يتضاعف. عايزه اوريهم لما يبقى بالقوام ده، ان هو خلاص ما بقاش فيه، مش شايفين سوائل خالص. في المرحله دي هتبقى معانا ازازه زيت. الزيت هنا تقريبا من كوبايتين ونص لحد ثلاثة، لحد ما احنا نبص بعيننا ونلاقي ان هو تقل. بس هنقسمهم على مرتين. احنا هنشغل على درجه حراره على وسط وننزل بالزيت ده سرسوب كده. بنبص بعيننا كده لحد ما يبتدي يتقل. طب احنا محتاجين نشوف اللي على النار ده ايه، وصل لحد فين. كده خلاص. لسه هنقلب شويه. ابتدى يتقل معانا، بس اول ما يتقل معانا هنطلعه ونقدمه على طول. بس هو لازم يغلي الاول. هنكمل هنا. هنكمل هنا ضرب. هنا بقى خلاص القوام بقى تقيل المعقول اللي احنا عاوزينه، بقى ان هو لما يبقى كده خلاص بقى ابيض خالص كده والزيت اندمج كويس مع البيض. هنا بقى في الوقت دوت بنضيف نص كوبايه لبن. طبعا اللبن ده بيديله مزاج، يعني غنى بقى، بيبقى طعمه اقوى. ونرجع تاني ننزل بالزيت، نشغل ونرجع ننزل بالزيت. بصي الكمية اتضاعفت ازاي. اهم حاجة ان احنا ما ننزلش بالزيت مرة واحدة، لازم يبقى الزيت سرسوب كده بالظبط. نقدر نعلي عليه السرعة. بنفصل. نشوف احنا كده لسه عايزين تاني، بنزود يعني لحد ما كده الكاتشب خلاص. طب نطفي عليك الكاتشب كده. احنا في المرحله دي خلاص بقى بنشيله من على النار.
اول ما يهدى خالص بنلاقي القوام بتاعه تقل تقل اه يبرد بس شويه. هو اصلا طبيعي لو حتى احنا شفناه دلوقتي هنلاقي لا ان القوام لما بيبرد بقى النشا بيعمل مفعول اقوى فبيتقل فهو علشان لسه سخن. احنا ممكن نحطه بره ورا عشان يبرد. يلا نكمل. اه نرجع بقى تاني للمايونيز. احنا هنفضل بس ان احنا نشيل دي اه وهنشغل وننزل بالازازه. ابتدى يتقل معانا. هنا القوام ابتدى يبقى معانا كريمي اكتر زي ما احنا عاوزين، بس احنا لسه هنضرب لحد ما يبقى تقيل، عشان كده بنخلي الزيت معانا اختياري. هو الزيت بيفضل يتقل في القوام بتاعه؟ اه طبعا بيفضل يتقل اه فلازم يفضل معانا، عشان كده قلت لك ان الثلاثه بياض بيض دول لازم نحط لهم معلقتين خل لان هم بيزيدوا. هنشغل كده. هو تقيل طبعا بقى كريمي خالص، يعني عايزه تقلي عن كده براحتك، بس ما دام احنا بنحطه في المعلقه وبينزل كده بتقل اه اه يبقى هو ده حاجه كويسه. عايزه تقلي زيت عن كده براحتك، بس هو كل ما يقعد كل ما بيتقل بيتقل. يعني احنا لما نعمل الصوصات ما نبتديهاش متماسكه قوي لان هي هتقعد في الثلاجه هتتقل اكتر، هتتقل يعني. اكتر آه ولما بالزبط. يعني حتى هي لسه برضو ضرب الخلاط بيديله سخونيه اه. احنا هنا كده نقدر ان احنا نقدمه على طول. طبعا قوامه كريمي جدا ونقدر نحتفظ بده كله في برطمان تاني. ايوه كنت اقول لك برطمان كده برضو نحط زيت والزيت ولا زي ما هنعمل في الكاتشب ولا ده لا؟ لا ده مش محتاج لان هو محتواه كله معظمه زيت.